اليوم تنعيش واحد الحدث هام وهو افتتاح دار الألة. هذا الدار اللي هي تعتبر مكتب للبنية التحتية والثقافية للجهة وخاصة لمدينة طنجة. هذا الدار التي ستأوي رواد ومولوعي هذا التراث. هذا الدار اللي هي صراحة ملهى ومأوى كل المولوعين بهذا التراث الأندلسي. هذا مكتب لمدينة طنجة ومكتب للجهة. تنتمنى وإن شاء الله أننا نسعوا جاهدين للحفاظ على هذه المعلمة وهذا المنبر. تنشكر جميع السلطات اللي ساهمت في إنجاز هذا المشروع الهام، بالخصوص السلطات الولائية اللي كانت وراء هذا المشروع مشكورة، وزارة الثقافة والاتصال اللي جهزت هذه المعلمة. فهنيئا لنا بهذه المعلمة، هنيئا لمدينة طنجة بهذه الدار التي ستأوي كل المولوعين وستحمي رواد هذا الفن الأصيل. احنا جد مسرورين بهذا الإنجاز الكبير واللي كنا محرومين في الحقيقه من مدينه طنجة، لان هذه عقود وعشنا في العدب، يعني ما كاينش الدور فينا نلقيو المسائل ديالنا، المنتوجات ديالنا ما قدرش ما عندناش فين نعرضوها. حتى تحتنا هذه الفرصه من عند الجهه ووزاره الثقافه والجماعه ومؤسسات نسائيه الاندلس، جد مشكورين على هذا العمل هذا ونتمنى الله التوفيق للجميع. انا جيت سعيد اليوم وانا كنتواجد في هذا الفضاء الجميل اللي هو دار الاله. هذا اضافه جديده لهذه المدينه الكبيره، وحقيقه انا تفاجات بهذا الشيء، هذا المسرح وهذه البنايه بهذا الشكل هذا. غايه في الروعه. وهذا المسرح البهيج وهذا شيء جميل. دار الآلة هي واحد المؤسسة اللي عترسخ الهوية المغربية ديالنا والتراث، الموسيقى الأندلسية والسماع الصوفي، وكنقولوا التراث أي التراث المغربي كامل. هذا التراث هذا بهذا الدار هذه اللي غنحافظوا على هذا الموروث اللي عنده الموسيقى عندها 800 سنة، 800 القرون أو 9 القرون اللي خصنا نحافظوا عليه. وحنا كنشوفوا دابا المغرب كيواجه بزاف ديال السرقه ديال التراث ديالو. اذا حنا بهذه المؤسسات بحال هيدا اللي غتحافظ على التراث، وكذلك كنطلبوا وزاره الثقافه حتى هي تساعد وتزيد تحافظ على الثقافه ديالنا والهويه ديالنا. تبارك الله عليك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.